أحوال عند الله من امرئ مسلم. ولا يزال الأزهر على موقفه من أن استخدام لا يمكن أن يكون بديلا عن الحضور السياسي، وأن حوار العاجل والجاد هو الحل الأوحد للخروج من هذه الأزمة إذا صدقت النوايا. هذا ويدعو الأزهر جميع الأطراف إلى ضبط الحس وتغيير صوت الحكمة والعقل ومصلحة الوطن والحفاظ على الدفاع الذكية بكل السبل والاستجابة للجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الشاملة وإضاءة للحقائق وإضاءة للذمة أمام الناس والوطن. يوقف الأزهر للمصريين جميعا أنهم يمكنهم العمل بإجراءات صف الاعتصام إلا من طريق تصاور الإعلام صباح اليوم، كما يطالب الجميع بالمقاومة في إقحام الأزهر في الصراع السياسي. أقوى وبالله التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى مثقل نصر ويعطيها